فمعانا ومع حضراتكم الآن للتعليق على مقابلة الرئيس دونالد ترامب النهاردة لآية حجازي، معانا الأستاذة هبة القدسي مدير مكتب الشرق الأوسط في واشنطن. أستاذة هبة برحب بحضرتك معانا. اهلا بيك يا منى، اشكرك. اهلا بيكي، معلش اسفه اتاخرنا عليكي، بس احنا المشهد اللي شفناه النهارده دونالد ترامب يستقبل آية حجازي في البيت الابيض سعداء بعودتها الى وطنها، وكمان ايفانكا ترامب اخذت معاها صوره، وحضرتك كنت ذكرتي ان اثناء وجود الرئيس السيسي كانت هناك فتح لهذا الحوار حول آية حجازي في الكونجرس. قولي لنا المشهد ده كان ايه، كان ليه، ايه دلالته؟ في تصريحات لشون سبايستر النهارده برضه. بالفعل مع قضية آية حجازي منذ القبض عليها في 2013 كانت قضية مثارة في نهاية عهد الرئيس السابق باراك أوباما، وأثيرت مرة أخرى خلف الأبواب المغلقة في لقاء الرئيس ترامب بنظيره المصري الرئيس عبد الفتاح السيسي. لكن كان مسار لنقاش أوسع مع أعضاء الكونغرس. وفقا للقانون المسألة أبعدها كالآتي: هذه السيدة آية حجازي هي من المهاجرين المصريين الذين قدموا إلى الولايات المتحدة وتربت في منطقة فولز تشيرش بولاية فيرجينيا، ونالت شهادتها من جامعة جورج ميسون، وبعدها عادت إلى مصر وأسست مؤسسة بلادي لرعاية أطفال الشوارع. في 2013 سوري في مايو 2014 تم القبض على آية وزوجها وثمانية من العاملين في مؤسسة بلادي، ووجه لهم 9 تهم تتعلق بتشغيل منظمة دون ترخيص، تحريض أطفال الشوارع على احتجاجات مؤيدة لجماعة الإخوان المسلمين، وأيضا تهم فيما يتعلق باعتداءات جنسية على الأطفال القصر. طيب. وفق لأوراق القضية يعني أكد الطب الشرعي، تقرير الطب الشرعي، أن لم يكن هناك أي اعتداءات على الأطفال. بس بالرغم من كده يا أستاذة هبة، هي 3 سنين قضيتهم في السجون المصرية. هقول لحضرتك ليه المسألة، يعني بقي ما يتعلق ب تشغيل منظمة دون ترخيص، أي. وهذه قضية يعني كان نظام الرئيس مبارك يتلاعب بها، يسمح للمنظمات غير الحكومية بأن تعمل دون أن تحصل على ترخيص ما دامت أخذت الضوء الأخضر من الرئاسة. نعم. وهي دائما نوعا من التلويح والتهديد إذا ما خرجت هذه المنظمات عن إطارها المرسوم لها. بقيت حاولت أسرة آية حجازي التواصل مع إدارة الرئيس أوباما في ذلك الوقت للإفراج عنها، وبالفعل كانت هناك محاولات من إدارة الرئيس ترامب للتواصل مع الرئاسة المصرية للإفراج عنها، لكن حالة التوتر ما بين مصر والولايات المتحدة وبصفة خاصة إدارة الرئيس ترامب حالت دون الاستماع لهذه المطالب. بالعكس، كان هناك انتقادات معلنة من الإدارة، وأتذكر كان هناك أيضا من سامانثا باور سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة. في لقاء الرئيس ترامب تم مناقشة هذه القضية، لأنه وفقا للقانون تلتزم الإدارة الأمريكية بحماية مواطنيها. المسألة ليست أن هناك يعني ميزة خاصة تتمتع بها آية حجازي بغير كونها أمريكية، ووفقا للقانون يجب أن تتحرك الإدارة الأمريكية لحماية مواطنيها في الخارج، خصوصا عندما يتم توجيه تهم جنائية ضدهم. هذه ليست المرة الأولى، سواء يعني ما زالت الإدارة الأمريكية تطالب بالإفراج عن المواطنين الأمريكيين المسجونين في إيران، في كوريا الشمالية، في أنحاء كثيرة من دول العالم. تمام. طيب، هذا اللقاء، بتسأليني على لقاء رئيس ترامب بآية حجازي اليوم. أيوة. هناك تغطية كبيرة في وسائل الإعلام الأمريكية حول هذا اللقاء، لأن في النهاية كان هناك انتقادات لإدارة ترامب أنها لا تثير مسألة انتهاكات حقوق الإنسان في مصر في لقائه مع الرئيس السيسي. ف
فهنا يحاول الرئيس ترامب وإدارته إظهار أنه كان يعني مدافعا قويا عن هذه المواطنة الأمريكية، وأنه ناقش بالفعل ما يتعلق بملف حقوق الإنسان في مصر مع الرئيس السيسي. فهو هنا يسجل انتصارا على الساحة الداخلية. من الجانب الآخر هناك بالطبع شكوك تتزايد وتترسخ حول تسييس الأحكام القضائية في مصر. يعني هناك تساؤلات، يعني إذا تم الإفراء، يعني كان هناك بقيت آية حجازي ما يقرب من 3 سنوات، ربما عند ما بين الإدارة المصرية وإدارة أوباما في ذلك الوقت. وثم يعني هناك أيضا يعني تساؤلات، هل تم ممارسة ضغط من الإدارة الأمريكية على الإدارة المصرية؟ نعم على الجانب المصري للإفراج عنها. وده طبعا كان هناك يعني ضغوط ومطالبات، خاصة أن الأدلة ضد آية حجازي لم تكن يعني أدلة دامغة على ارتكاب جرم. مسألة التظاهر هي حق من حقوق الإنسان، مسألة عدم الحصول على ترخيص مردودها عرقلة عمل المنظمات الغير الحكومية بصفة عامة، وليست فقط المنظمة التي أسستها آية حجازي. ففي النهاية من وجهة النظر الأمريكية كانت كل هذه التهم ملفقة أو باطلة أو لا تستند على أسس قانونية دامغة. طيب أنا بشكرك طبعا لهذا التعليق. لو في دقيقتين لو ممكن نوجز جدا اللي هو ما يفعله ترامب هذه الأيام، والحملة اللي هي بتتكلم على اشتري الأمريكاني، صنع الأمريكاني، وظف الأمريكي، فإلى أي مدى يعني ممكن هينجح دونالد ترامب في زرع هذا الكونسبت أو يعني هذا الموضوع، بالرغم من علاقات تجارية أخرى ممكن يعني يحصل ضرر مع دول أخرى بهذا في هذا الإطار؟ هي مش مسألة كونسبت فقط، هي مسألة أنه كانت هذه هي الوعود الانتخابية التي وعد بها دونالد ترامب خلال حملته الانتخابية. فهنا على مدار احنا نقترب من 100 يوم من رئاسة الرئيس دونالد ترامب في البيت الأبيض، وخلال ال100 يوم حقق يعني أو اتخذ خطوات يعني صارمة في مجال تحقيق ما وعوده الانتخابية وما وعد به. في مجال النهاردة كان هناك أيضا توقيع لاتفاقات حول إصلاحات ضريبية، وهي أيضا كانت من وعوده الانتخابية. فيما يتعلق بالإجراءات الحمائية التي يقوم بها الرئيس ترامب، اشتري الأمريكي ووظف الأمريكيين، هي تثير بالفعل يعني هي من ضمن أولوياته أو أمريكا أولا، لكنها تثير بالفعل بعض المخاوف، وخاصة كانت هناك مناقشات على هامش اجتماعات ربيع في البنك الدولي وصندوق النقد حول هذه الإجراءات الحمائية التي تقوم بها إدارة ترامب. فهي في النهاية تعرقل مفهوم التجارة الحرة. مفهوم التجارة الحرة أن تسمحي بتدفق سلع وبضائع وخدمات، ويكون لديك الاختيار السلعة الأفضل جودة والأقل سعرا، دون تقيد بجنسية هذه السلعة أو هذه بالضبط. فهو بالتالي يقوم بإجراءات حمائية تؤثر سلبا بشكل كبير على يعني تدفق التجارة وحرية التجارة. يعني هنشوف ماذا ستسفر عنه الخطوات القادمة. تمام، أنا بشكرك. إحنا كنا محتاجين نتناقش في ملفات أخرى، ولكن لأن الوقت دهمنا بعتذر، كان عندنا مشكلة كوم اللوفي أخذت مننا وقت شوية، لكن إن شاء الله يكون في لقاءات متعددة. وبنشكرك شكرا جزيلا أستاذة هبة القدسي، مدير فرع مكتب الشرق الأوسط في واشنطن. شكرا جزيلا.